أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يحتج بعض من يحتفل بالمولد النبوي بالدليل الواردي عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب صومه يوم الاثنين فقال: هو اليوم الذي ولدت فيه وبعثت فيه. وهم يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم احتفل بيوم مولده بالصيام، فيجوز لنا أن نحتفل كما نشاء فهو ليس محرم، فكيف الرد على مثل ذلك؟ أحسن الله إليكم. هذا قول باطل وتحميل للحديث ما لا يحتمل. إذا كانوا صادقين يريدون الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم يصومون يوم الاثنين ويكفي هذا، الرسول ما أضاف شيء غير الصيام. إذا كانوا صادقين في حبهم للرسول واقتدائهم به يصومون يوم الاثنين. نعم. أما أن يزيدوا على ذلك فالزيادة بدعة، من أحدث بأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم.